هذا السؤال للأمانة مهم. إحنا دائما ننصح في علم النفس أن أول شيء لابد أن الواحد يعني يؤمن بقضاء الله وقدره، يعني يؤمن بقضاء الله وقدره إيمان عميق. الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه آية تعزية للجميع، الكل سيموت. فالواحد يؤمن بقضاء الله وقدره إيمان عميق. اثنين، لابد أن الواحد يعني يغير طريقة تفكيره بشكل جيد. الأحداث من حولنا يا أخوي علي وأخوي محمد ما هي السبب بحدوث الاكتئاب عندنا وبحدوث الحزن والضيق والتعاسة؟ لا، وإنما طريقة تفكيرنا نحو هذه الأحداث هي اللي تسبب لنا الحزن والضيق والتعاسة، أو هي اللي تسبب لنا الفرح والسعادة والسرور والنشاط. يعني مثلا إذا واحد أو إذا لاعب توفى له أب أو قريب وناظر لهذا الموضوع بنظرة سوداوية ونظرة سلبية، بأن أبوي مات وأنا حموت وراحت حياتي، يعني بأي نظرة سوداوية مثلا، فبالتالي حينعكس على سلوكه وحيشعر بالاكتئاب وحيشعر بالضيق وحيشعر بالإحباط. أما إذا في لاعب آخر توفى له عزيز أو قريب له ونظر لهذا الحدث بنظرة إيجابية، بيقول بدل ما أنا أحزن وأبكي وأضايق وضيع مستقبلي، لا هذا ما راح يفيد الميت. أدعي له، أتصدق عنه، أصل للأقارب له، أصل صلاة رحمة، أصل أصدقائه، هذا اللي ينفع الميت الآن وهذا قضاء وقدر. فطريقة تفكير الواحد وطريقة سلوكه نحو الحدث اللي هو الحدث الحزين هو اللي يحدد هل هو هذا الشخص حيصير عنده اكتئاب وحيصير ياخذ ادويه وحيضيع نفسه ومستقبله. هذا ما كنت اود ان اتحدث يعني فيه بروفيسور محمد، المضاعفات التي قد تحدث للاعب، يعني الذي لم يعطي وقتا لنفسه لتخطي الحاله النفسيه التي يمر بها. يعني نعم، هو طبعا تختلف. شوف، في اشخاص اذا يعني اشغل نفسه بشيء، مثلا اشغل نفسه بلعب، أشغل نفسه بممارسة مهارة معينة أو بأداء مهمة معينة في، ويعني بعد فترة الوفاة بيكون بعض الأحيان هذا جانب صحي له وجانب كويس له. ليه؟ لأن لو جلس كذا يعني جلس حزين وجلس يفكر وجلس بالحالة وما أشغل نفسه بأي شيء، فممكن الحزن والضيق هذا يزداد عنده، وبالتالي يصير عنده متسع من الوقت بأنه يفكر في الأشياء الحزينة والأشياء السلبية، وبالتالي ينعكس على سلوكه بشكل سلبي. فممكن إذا أشغل نفسه في أداء العمل أو أشغل نفسه بشيء هو يعني يرغبه، فهذا شيء كويس له. وعلى العكس في أشخاص تانين يعني ممكن الراحة لهم تكون أفضل، لأنها تعتمد الفروق الفردية بين الأشخاص ومدى استقبالهم للحادث أو الصدمة، يعني الصدمة النفسية هذه اللي هي زي الوفاة وغيرها. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.